السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، من أرض الخيرات أرض الخيرات. والله العظيم اختاريت نبدأ الفيديو بهذه الطريقة. علاش؟ لقينا ولاد الخير هنايا، قالك أجي تشرب أشي، يلا نشوف شربوا أشي. والأول ديك صحيح الله. المهم الخوطرة دخلنا عند الوجو هنا، الحمد لله. نشربوا واحد الدكة قبل ما نمشيو نكملوا التحضيرات ديال المحرك. ها؟ المقدم، تحياتي للمقدم، الله يحفظك. المهم المقدم كلشي حاضر معنا هنا، واحد شويه ننظر للمحرك، نقربكم من اخر التحضيرات ان شاء الله. عندي عطاكم الله الصحه الخوت، عطاكم الله الصحه. التحضيرات على قدم وساق. بعد ما شربنا اتاي مع الحباب، غادي ناخذكم في واحد الجوله في هذا المهرجان ديال الفروسيه بمدينه الصخيرات. صراحه التحضيرات على قدم وساق واجواء رائعه هنا. نتمنوا من الله الامور تدوز بخير وعلى خير، وتمشي كما كيتمناو جميع عشاق الخيل والتبوريده. رئيس الجماعه ديال الصخيرات واقف على كل كبيره وصغيره، والتحضيرات على قدم وساق الانطلاقه الرسميه ان شاء الله. اجيو نقربوكم اكثر. كيف ما كتشوفوا مهرجان الصخيرات الفروسيه التقليديه، جميع الاليات والوسائل حاضره من اجل اللمسات الاخيره هنا بالمحرك كما كتوضح الصوره. دورة 2022 أيام 14 حتى 19 يونيو 2022. كما كنشوفوا هذا هو المحرك، والناس اللي كيسولوا على المكان بالضبط فين جا، إلا مشينا مع الطريق نيشان حتى خرجنا للطريق الوطني شارع الحسن الثاني، ففي اليسار ديالنا في هذا الاتجاه هنا كيدينا مباشرة للمركز ديال الصخيرات، وكندوزو على المشروع د ميموزا والبساتين. وهنا في اليمن كيدينا لجهة بوزنيقة المحمدية. كنعرف المكان غتكون عرفتوه دابا واتضحت لكم الصوره اكثر. كيف ما كتشوفوا المحرك هنايا ان شاء الله راه انطلاقه ان شاء الله غادي نشوفوها عما قريب. وكما كتشوفوا هنايا الاليات ديال التحضيرات ديال المحرك باش يكون في المستوى ان شاء الله. الله يسخر الامور يا ربي، الله يسخر عشاق التبوريدة، عشاق الخيل والتبوريدة. نضرب لكم موعد إن شاء الله بمدينة الصخيرات بمواكبة خاصة لكل كبيرة وصغيرة في هذا المهرجان ديال الفروسية التقليدية بمدينة الصخيرات مدينة الخيرات. اجواء رائعه صراحه، ان فوحتنا رجلينا هنا شفتوا الاستقبال كيفاش كان، يعني الحمد لله اجواء اللي كتبشر بالخير. نطلبوا ربي مع هذا الوباء اللي ترفع ان الامور ترجع لمجاريها وتولي الامور مزيانه ان شاء الله، وتحسن الوضعيه للجميع يا ربي، وتكون الامور كما كيتمنى كل واحد. كما كتشوفوا هنا التحضيرات، هنايا الاعلام الوطنيه، هنا المنصة الشرفية، المنصة الشرفية كما كتعرفوا اللي غتعرفوا واحد الحضور ديال واحد الوفد مهم، مجموعة من الشخصيات البارزة من رؤساء جماعات، سيد العام العمالة الصخيرة تمارا. نتمنى ونتمنى من الله الأمور تمشي بخير وعلى خير. هنا المحرك ديال الصخيرات، الخيل والخير كما سبق وشرنا ليها، الله يسخر الأمور. وكما كتعرفوا جميع بعد ما داز المهرجان ديال ام عزه، تبعوا على التوالي المهرجان ديال مدينه، عفوا بعد ما داز المنزه تبعوا المهرجان ديال ام عزه، جا الدور على مدينه الصخيرات، ومن ثم غادي نشوفوا كذلك عين عتيق سيدي حيا، واحتمال نشوفوا مدينه تمارا ان شاء الله. كما قلت لكم هنا عندنا المنصه الشرفيه، المنصة اللي غادي تكون فيها مجموعة ديال الحضور، واحد الوفد اللي غيكون مهم ان شاء الله. وكما كتشوفوا هنا فالرئيس واقف على كل كبيرة وصغيرة، وكيواكب كل كبيرة وصغيرة واي حاجة خصها كيوفرها، وهذا امر جميل. وللاشارة فقط
زيرو درهم من المال العام. الرئيس كيضحي بكل كبيرة وصغيرة باش ينجح هذا المهرجان هذا. نطلب الله تيسر الأمور ونتمنى الله يدوس في أجواء جيدة. الله يسخر الجميع والله المعين.